أهو وأدي مشكلة التاج الفرعوني اتحلت أهو بأبسط الإمكانيات نقدر نحل أكبر المشاكل. ها فرعوني ولا مش فرعوني؟ أنت دلوقتي بقيتي الملكة بشكير. مين ملكة بشكير؟ مفيش ملكة اسمها كده. لا في التاريخ الملكة بشكير دي اللي كانت بتحكم مدينة الحمام اللي في الساحل. شايفة تربيتك؟ عاجبك قلة الأدب؟ تردش عليا ليه ولا بلاش أنا يا هشام، كلامي مش هيعجبك. لا اتفضلي قولي، قولي أنا غلطت في إيه غير معلومة الملكة بشكير؟ أنت كل حاجة في حياتك غلط. أنت عايش على حس أنا كنت، أنا عملت، أنا سويت. بس قاعد ما بتعملش حاجة. دي مشكلتك أنت بقى مش مشكلة جودي. ولا أنا مش قايل لك 100 مرة إن أنا بخطط عشان أعمل كامباك. بقول لك إيه؟ خلينا ننام وبكرة حلاق ألف حلاق. ثلاث سنين إيه؟ بتخطط؟ أنت ما عندكش غير أنا أكبر من الشغلانة دي، أنا أوفر كواليفايد. ولا لو سمحتي فوقي كده وركزي أنت بتقولي إيه؟ أنا أي حد في مكاني ألف شغلانة تتمناه. أنا اللي لازم أفكر 100 مرة قبل ما أخد أي قرار يأثر على السي في بتاعي. سي في؟ آه هو كان هيتكتب في السي في إن أنت ما رضيتش تشتغل على عربيتنا عشان ما يتقلكش على جنب يا اسطى؟ والعربية دلوقتي شغالة. ومين اللي مشغلها؟ مش ابن عمتك الصايع؟ أنا كل نص ساعة بتجيلي رسالة على الموبايل بمخالفة جديدة، وأنت قاعد باشا بتطلب أوردرات وبتلعب جيمز وتزبل حواليك، وفي الآخر متضايق قوي إن أنا موقفة الكريدت كارد. تقدر تقولي لازمتك إيه في حياتنا؟ ولا أنا راجل البيت، أنا العمود اللي من غيره البيت ده يقع. البيت واقع يا هشام. أي راجل ما بيعملش حاجة غير إنه ياكل ويشرب وينام يبقى ملوش لازمة. أنت مالكش لازمة يا هشام. عرفت بقى أنا ليه ما كنتش عايزة أتكلم؟ عشان ما تسمعش الحقيقة دي. أنت مالكش لازمة في البيت يا هشام. ودلوقتي مع فقرة أول مرة نعملها السنة دي وهي فقرة العطاء. طلبنا من تلامذتنا إن هم يختاروا أي حاجة ملهاش لازمة عندهم في البيت، ولو حد من زمايلهم محتاجها بياخدها. الفقرة المميزة دي هتقدمها لنا الطالبة المميزة جودي هشام أبو العيلة. دي فقرة مهمة وليها معنى. جودي اللي هتقدمها. جودي ورقة، كل ورقة فيها اسم الطالب والحاجة اللي ملهاش لازمة عنده. يلا يا جودي. مروان وائل بلاي ستيشن 4. أنا هاخده. أنا هاخده. علي إسماعيل رفع إيده الأول. ده غالي ده، وينفع أولياء الأمور يرفعوا إيديهم في الفقرة دي؟ أنا أخدها. مريم حسن أول واحدة رفعت إيديها. جودي هشام أبو العلا. أنا. ها يا جودي، قولي لنا إيه هي الحاجة اللي ملهاش لازمة عندك في البيت؟ كنت ألعب قديمة كتير جداً. بابا إيه؟ قصدك تقولي إيه؟ أيوة بابا. بابا ده إيه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ أنا أخد بابا ده. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.